السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب برنامج جودة ومراقبة الأغذية، مقرر دراسي أول، كود 3000 A. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن البريدنج أند نيرسينج أوف الجراي مالت، اللي هي سمكة البوري اللي طبعا بيتعمل منها الفسيخ، وكلنا أعتقد عارفين حاجة زي كده. بالنسبة إن هي بتندرج لفاميلي ميوجليدي، بينما في عندي فيش سبيشيز تاني اسمه الريد مالت اللي هي سمكة البربوني، ديت بتندرج أو بتتبع فاميلي ميوليدي. فنبقى عارفين إن الجراي مالت اللي هي سمكة البوري ديت بتتبع فاميلي ميوليدي، بينما الريد مالت اللي هو البربوني بيتبع فاميلي ميوليدي. المالت بيعتبر considered fish very important aquaculture species in Egypt. طبعا بيتم استزراعه وبيتم اصطياده من زمن القدماء المصريين، حتى ان هو مرسوم على جدار المعابد. مصر بتعتبر من ضمن المين بروديوسرز لإنتاج سمكة البوري، و 30% من التوتال aquaculture production في مصر بتمثله سمكة البوري، ديت لحد إحصائيات 2010. سمكة البوري بيتم دايما مين للكالتشر بتاعها، بيتم في مناطق اللي هي الميديترينيان سي وفي البلاك سي ريجون وفي الساوث ايست اوف اسيا، زي ما قلنا ان مصر بتعتبر من ضمن المين بروديوسر، بجانب طبعا اذر كانتريز زي تشاينا وزي ايطالي وزي تايوان وزي تونس وزي اليونان وتركيا، وفي اذر كانتريز برضو بتعتبر من ضمن المين بروديوسر. سمكة الميوجل بيتم استزراعها في السيمي انتنسيف بوند، ومعنى كلمة سيمي انتنسيف بوند يعني هنا السبيشيز عندي او نظام التأكيل طبعا هيعتمد على نص ارتفيشال دايت ونص ناتشورال فود، وهيبقى محتاجة ان انا اعمل فيرتلايزيشن للبوند علشان ازود من الناتشورال فود زي ما قلنا قبل كده. تاني حاجة ان انا عندي الميوجل ممكن ان انا اعمل له استزراع سمكي، يا اما مونو كالتشر يعني ممكن ان انا اربيه لوحده، لكن مينلي بيتم عندنا هنا في مصر استزراعه مع اذر فيش سبيشيز اللي هو بنسميه نظام البولي كالتشر. ممكن ان انا اربيها مع سمكة التلابيا او مع سمك الكومن كارب او السيلفر كارب. في بعض الجنرال كاركتر اللي مهم جدا ان احنا نبقى عارفينها عن سمكة الجراي مالت. اولا هي سمكة ايرو هالاين يعني كان تولوريت وايد رينج اوف السالينيتي، في نفس الوقت هي ايو سيرمال يعني برضو كان تولوريت وايد رينج من التمبريتشر، بنقول ان هي برضو تولوريت للو ديزولفد اوكسجين اللي هو ممكن يوصل ل 1 بارت بير مليون. سمكة الميوجل بنقول ان هي كاتادرومس مايجراتوري فيش، ومعنى كلمة ما كاتادرومس مايجراتوري فيش يعني مايجريت من الفريش ووتر الى المارين ووتر فيشز ديورنج السبونينج سيزون، واكيد طبعا كل اخدته في العملي انواع المايجريشن ان في كاتادرومس وفي عندي الانادرومس وفي الانفيدرومس على حسب اللي هو نوع المايجريشن. لكن احنا عندنا هنا الميوجل، لان كاتادرومس يعني بتهاجر من المية العذبة الى المية المالحة في السبونينج سيزون. الفيميل دايما بتبقى لارجر وجرو فاستر عن الميل. الفيميل الفكاندتي فيها، معنى كلمة فكاندتي يعني النمبر اوف الايج اللي بتديه الفيميل، بيبقى حوالي من 5 إلى 7 مليون بيضة في السبون الواحدة، والايج اوف الماتوريتي بتبقى من 3 إلى 5 ييرز. طبعا السبونينج سيزون بيختلف على حسب السبيشيز وعلى حسب الريجون. دايما هنا الريبرودكشن ان ايجيبت بيبقى من جولاي الى اكتوبر. في حوالي 80 سبيشيز من الجراي مالت او من سمك المالت من سمك البوري بيندرجوا لفاميلي ميوجليدي. في عندنا الميوجل سيفلاس اللي هو بيسموه بالفلات هيد جراي مالت، او في بعض الاحيان بيسمى بالستريبد جراي مالت، لان بيبقى في كاركترستيك ستريبد لاين بتبقى موجوده على الابر سيرفيس اوف السكيلز او الابر سيرفيس اوف ذا بودي. الميوجل كابيتو بيسمى بالسين ليب جراي مالت، وفي عندنا البلو سبوت مالت. البلو سبوت مالت دوت بيبقى مميز جدا ان بيبقى فيه بلو سبوتس بتبقى موجوده على البيز بتاعه البيكتورال فين، وده مين للكاتشنج بتاعه بيبقى في الساوث كانل في مناطق اللي هي قناه السويس وفي البحر الاحمر. الميوجل، وبعد كده في عندنا الميوجل سالينس. دولت يعتبروا الموست كومن سبيشيز اللي موجوده من سمك الميوجل. مهم جدا ان انا اعمل سورتنج ما بين السبيشيز ديت وبعضيها، او ما بين الانواع ديت وبعضيها، قبل ما اعمل ستوكنج في الحوض بتاعي او قبل ما اربيه،
ليه بقى؟ لان عندي الميوجل سيفيلاس بيعتبر دوت اللارجست ميوجل، وبيعتبر الجروس ريت بتاعه اعلى من الاذرز سبيشيز. يبقى الميوجل سيفيلاس الجروس ريت بتاعه بيبقى اعلى من الكابيتو، اعلى من البلو سبوت، اعلى من الميوجل سالينس. فمهم جدا ان انا اعمل سورتنج قبل ما اعمل ستوكنج للسبيشيز ديت علشان اعمل سيليكشن للسبيشيز بتاعي اللي انا هربيه في المزرعه. طيب ان السورتنج دوت، واحنا قلنا ان انا ممكن اعمل سورتنج من خلال ان انا اعتمد على حاجه اسمها سي سيزوناليتي. معنى كلمه سي سيزوناليتي ان كل فيش سبيشيز بيبقى موجود في وقت معين بنسبه اعلى من الاخر. الميوجل سيفيلاس بيبقى موجود في سبتمبر لحد يناير، الكابيتو فترته بتبقى عندي من جنيور لحد ابريل، السالينس من جولاي لحد سبتمبر. لما بتكون نسبه الميوجل سيفيلاس معديه 20% بيبتدي الفارمرز او بيبتدوا اللي هم المربيين او الناس اللي هم المزارعين بيبتدوا يعملوا كاتشنج للمالت فراي، ويبتدوا ان هم يعملوا لها ستوكنج في البون. يبقى بيبتدي الكاتشنج اوف المالت فراي علشان اربيها في الاحواض لما نسبة الميوجل سيفيلاس تعدي 20%. في حاجة تانية أنا ممكن إن أنا أعتمد عليها في الديفرنشيشن، وديت بستخدمها في إن أنا أفرق ما بين السبيشيز وبعضيها، إن أنا أعتمد على الأناتوميكال ديفرنس أو على البادي شيب أو الهيد شيب. على البادي شيب لقوا ان في حالة الميوجل سالينس بيبقى البادي بتاعها بيبقى سلندريكال، لكن السيفلاس والكابيتو بيبقى البادي دي. الهيد في حالة السالينس بتبقى لستبرد، في السيفلاس بتبقى بلانت او فلات، حتى احنا لسه قايلين دلوقتي ان بيطلق عليها بالفلات هيد جري مالت. الميوجل كابيتو بيبقى الهيد بتاعتها تبرد. فاذا انا ما اقدرش ان انا استخدمها في الديفرنشيشن، لان مثلا الكابيتو والسالينس دي تبرد والستبرد في عندنا دايما بيبقى في انديفيدوال فاريشن بيننا وبين بعضها. لكن تعتبر الحاجه الاكيوريت قوي في الديفرنشيشن هي النمبر اوف البايلوريك سيكاي، ان البايلوريك سيكاي في حاله الميوجل سالينس بتبقى العدد بتاعها هما بيبقوا تو جروب، بيبقى في عندي في جروب بتبقى سمول وجروب بتبقى لارج، وبيبقى عندي من 5 إلى 7، رينج عندي بيبقى 6. في حاله الميوجل سيفلاس بيبقوا هما 2، واحده كبيره وواحده صغيره، 1 سمول 1 لارج. اما البايلوريك سيكاي في حاله الميوجل كابيتو بيبقوا 1 جروب، وبيبقوا كلهم ايكوال في السايز، وبيبقى عندي رينج من 5 إلى 7. بالنسبة للبلو سبوت مالت اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي دوت، النمبر بتاع البايلوروكسيكاي بتاعته بتبقى رينج من 7 إلى 9. نخلي بالنا ان سمك البوري ممكن يحصل له ادلتريشن، يعني يحصل فيه غش مع اذر سبيشيز اللي هي سمكة الجراس كارب اللي هو مبروك الحشائش، فدوت هفرق ما بينهم من خلال الدورزالفين. ان انا عندي الدورزالفين في حالة سمكة الميوجل بتبقى ديفايدد، يعني بيبقوا 2، اما في سمك الجراس كارب اللي هو مبروك الحشائش بتبقى 1 دورزالفين. يبقى الميوجل كان بي ادلتريتد مع الجراس كارب، هنعمل ديفرنشيشن من خلال الدورزالفين ان دي بتبقى هنا 1، اما في حاله الميوجل بتبقى ديفايدد او 2. لو جينا نتكلم على الناتشورال سبونينج اوف الجراي مالت، من احنا لسه قايلين دلوقتي في الجنرال كاركتر ان دي سمكه كاتادروماس، فلما هتوصل الميل والفيميل للماتيوريتي هيبتدوا يهرجوا من الميه العذبه ويروحوا للميه المالحه في الديبر بارت اوف ذا سي اور الاوشن، على بعد 150 متر من السيرفيس وعلى بعد 1 ل 2 مايل من الشور. بتبتدي الفيميل تحط البيض. طبعا احنا قلنا البيض دوت بيبقى حوالي من 5 إلى 7 مليون بيضة في التفريخة الواحدة، والإج دوت بيبقى راوند ترانسبيرن، وبيبقى له لارج أويل جلوبيولز علشان تحافظ على البايونسي بتاعته. بعد كده بيجي الميل بيحط الميلت ويحصل فيه اكسترنال فيرتلايزيشن. بعد حوالي 24 اور او 48 اور على حسب التمبريتشر بتبتدي يحصل فيه هاتشنج للايج ديت. بتنت اللارفال ستيج موجوده في المكان دوت لاست فور من 30 داي، يعني من شهر الى شهرين. بعدها بتبتدي الف
في اللارفي كلها تتجمع في صورة سكولز وتبتدي تروح على الشورز أو على الشواطئ وتبقى موجودة على جوانب الشواطئ بتاع الميديترينيان سي أو الريد سي زي ما قلنا في المناطق اللي هي بيتم فيها الكالتشر أو الاستزراع. يبقى بنقول إن في عندي اللي هي اللارفا بنقول إن هي باك تو ذا شور بترجع للشور في صورة سكولز يعني في صورة تجمعات. لما بتكون الميوجل سيفلس حجمها 22 مليمتر يعني 3 من 10 جرام والميوجل كابيتو بتبقى الزريعة رينج عندي 2 من 10 جرام لما بيكون طولها حوالي 18 مليمتر بتبتدي تتجمع على الشورز. في الحالة دي بقى بيبتدي هم المزارعين او الناس الصيادين يبتدوا يجمعوا الزريعة ويبتدوا يعملوا لها ديستريبيوشن على المزارع السمكية علشان يتم تربيتها مع اذر فيش سبيشيز زي ما احنا قلنا اللي هو نظام بولي كالتشر او انه يتم استزراعها لوحديها نظام مونو كالتشر، لكن السائد بيبقى كله نظام بولي كالتشر. الميوجل سالينس فراي لقوها دايما بتبقى كونسنتريتد في اللور ريتشز اوف ذا ريفر يعني في الاواخر، بينما الكابيتو والسيفلس فراي بتبقى دايما كونسنتريتد نير ذا ماوس اوف ايه اوف ذا ريفر. يبقى لما نيجي نسأل حضرتك او نيجي نقول الفراي بالزريعة بتاعة الميوجل انا بجيبها منين، بيتم تجميعها من الناتشورال ريسورسز من المصادر الطبيعية، ممكن من على شواطئ الميديترينيان سي، ممكن عندي من شواطئ اللي هو الريد سي، يبقى من الناتشورال ريسورسز ببتدي ان انا اجمع الزريعه بتاعه الميوجل علشان ابتدي اعمل لها ديستريبيوشن على المزارع السمكيه اللي هتربي بوري مع اذر فيش سبيشيز او هتربيه لوحديها. لكن طبعا تجميع الزريعه بتاع الميوجل دوت مش بيبقى هاب هازارد، لا ده بيبقى مدرك تحت عندي قانون، يعني في قانون بيحكم تجميع الزريعة في مصر عندنا هنا، قانون دوت عندي اللي هو سنة 83، وفي محطات أساسا مسؤولة عن التجميع بتاع الزريعة. المحطات ديت بتبقى طبعا موجودة على شواطئ الميديترينيان سي وهي اللي مسؤولة عن التجميع، هي اللي مسؤولة عن الديستريبيوشن، هي اللي مسؤولة عن الماركتينج، هي اللي مسؤولة عن فرز الزريعة ديت وان هي تعدها المحطات دي. بعد كده بيتم توزيعها يا اما بقى بتوزعها وعلى مباشرة على المزارع السمكية، يا اما ان هي ممكن تتنقل الى محطات نيرسينج اخرى علشان تبتدي تربي الزريعه ديت وتوصلها لمرحله اللي هي فينجرلينج وتبتدي تبيعها كايه في صوره فينجرلينج. يبقى في عندي ستيشنز، في عندي محطات هي مسؤوله عن التجميع بتاع الزريعه والديستريبيوشن، والزريعه ديت يا اما ان هي تتباع مباشره الى المزارع السمكيه ويتم التربيه على طول، يا اما ان الزريعه يتم نقلها الى اللي هي الجنرال اوثوريتي فور فيش ريسورسز ديفلوبمنت اللي هي الجوفرد نيرسينج ستيشن علشان تربيها لحد ما تبقى فينجرلينج وبعد كده تبيعها في صوره فينجرلينج. يبقى ده بالنسبة للناتشورال سبونينج. لما نيجي نعمل نيرسينج بقى للزريعة، خلاص انا هاخد هربي بوري عندي في الاحواض الترابية، فعايز اعرف ازاي هنعمل نيرسينج. زي ما احنا قلنا ان الاكوا كالتشر اكتيفيتي بيعتمد على اني انا بستخدم الوايلد سيد، معنى كلمة وايلد سيد ان انا بعتمد على الفراي اللي جاية من الناتشورال ريسورسز من المصادر الطبيعية. مهم جدا ان قبل ما حضرتك تجيب الزريعة ان انت تكون عامل بريباريشن للبوند، ان انا عامل له دراينس كويس جدا وعامل له ديس انفكشن وعامل له فرتلايزيشن. عامل له فرتلايزيشن ان انا ابتدي اخصبه باما باستخدام كاتل مانيور او ممكن ان انا استخدم تشيكن مانيور علشان يبقى فيه ناتشورال فود تبقى موجود افيلابل للفرايديا. تاني حاجة ان انا لما باجي بملى الحوض اول حاجة بملى عندي البوند بتاعي لمدة 7 ل10 ايام مستوى 25 ل50 سنتيمتر مية، وبعد كده ببتدي ازود مستوى المية بحيث ان هو يوصل من 1.5 الى 1.75 متر.
زي ما احنا قلنا ان انا لما باجي بعمل ترانسبورتيشن للذريعه لازم يكون في الايرلي مورنينج علشان اتجنب درجات الحراره العاليه، لان ديت هتاثر على الذريعه وممكن تعمل لي او تسبب لي نافق يكون عالي. يبقى هعمل ترانسبورتيشن في الايرلي مورنينج وعلشان اتجنب الهاي تمبريتشر واتجنب ان يحصل فيه عندي مورتاليتي. طبعا الترانسبورتيشن يا اما بيتم باستخدام بولي ايثيلين باج، بستخدم عندي اليد دبل سكين بولي ايثيلين باج، انا بحط فيها كميه من الميه زي ما انتوا خدتوا في العملي، بحط فيها كميه من الميه والسمك وبعد كده بضخ التلتين الباقيين من الكيس بالاكسجين. يا اما ان بيتم النقل في باكتس او في تراك، والتراك دي طبعا بتكون في اسطوانه اكسجين بتمد الميه او بيبقى في عندي سبلمنت للاكسجين موجود في التراك دي. يبقى الترانسبورتيشن لازم يكون في early morning عشان اتجنب high temperature. تاني حاجة ان احنا قلنا الترانسبورتيشن يا اما باستخدام بولي ايثيلين باج، وديت في الحالة ديت انا ممكن احط من 2000 ل 3000 ذريعة لو انا هنقل لمسافات قصيرة. طبعا لو مسافات كبيرة بقلل من عدد الذريعة اللي تبقى محطوطة عندي في الاكياس. زي ما قلنا ان انا عندي البولي ايثيلين باج، هحط التلت مية مع السمك والتلتين الباقيين هضخ بالاكسجين. يا اما ان انا اعمل ترانسبورتيشن باستخدام اللي هو التراكس زي ما احنا شايفين. طيب بعد انا في اثناء بعد ما انا نقلت او اخدت السمك وهنقله بقى، ما جيش افضي الذريعه على طول مباشره في الاحواض بتاعتي، لا، لازما ان انا اعمل لها اكليماتيزيشن، لازما اقلمها لمده 24 ساعه علشان اتجنب المورتاليتي العاليه. لقوا ان انا عندي في اول 7 ايام من نقل الذريعه بتاعه البوري ممكن يحصل نافق يوصل لحد 96% نتيجه ان انا ما عملتش insufficient acclimation، ما عملتش acclimation بصورة كويسة. طبعا لما حضرتك بتعمل اكليميشن لفترة طويلة، كل ما كانت عندي مثلا لمدة اكتر من 24 اور، يبقى ده في الحالة ديت بنقول ان المورتاليتي او النافق بيبتدي ايه، بيبتدي يقل. يبقى نخلي بالنا ان في اول 7 داي من الترانسبورتيشن او من النيرسنج بتاع الذريعة ممكن يحصل نافق يوصل لحد 96% نتيجة ان انا ما عملتش insufficient acclimation دوت في اول نيرسنج او في بداية النيرسنج بتاع مين، بتاع الذريعة. طبعا بنقول ان انا زي ما احنا قلنا ان انا عندي الفراي ممكن ان انا اربيها مع اذر فيش سبيشيز، ممكن ان انا احطها مع الكومن كارب لو هو حجم 100 جرام، ففي الحاله ديت بحط 1900 الى 2500 للهكتار. ممكن احط سمك بولتي حجم 10 ل 15 جرام، في الحاله ديت ممكن احط من 6200 الى 7000 سمكه في الهكتار. في حالة لو انا عملت ستوكينج بالنسبة ديت بيبقى المالت ممكن اطلعه من 2 ل 3 طن من اجمالي البرودكشن اللي ممكن يوصل عندك من 20 الى 30 طن في الهكتار. يبقى النيرسنج اوف الفراي بنقول ان انا مهم جدا ان انا اعمل اكليميشن، لان ممكن في اول في وزن 7 دايز في الفيرست نيرسنج ستيج ممكن ان يحصل فيه مورتاليتي توصل لحد اب تو 96% نتيجة الانسفيشنت اكليميشن. تاني حاجة مهم جدا ان انا اعمل بريباريشن للبوند قبلها واعمل له فرتلايزيشن علشان ازود من الناتشورال فود. فرتلايزيشن ممكن يتعمل باستخدام الكاتل مانيور او باستخدام الشيكن مانيور. وقلنا ان الترانسبورتيشن لازم يكون في الايرلي مورنينج علشان اتجنب عندي المورتاليتي والهاي تمبريتشر. تاني حاجة قلنا ان الفراي بنقول ان بيتم طبعا في معظم الحالات بيتم تربية البوري مع اذر فيش سبيشيز زي ما احنا قلنا عندي سمك كومن كارب او زي سمك اللي هي التلابيا، طبعا بعمل لهم ستوكينج بنسبة معينة. في حالة لو عندي الميوج اللي انا ربيته لوحده مونو كالتشر، طبعا المانيورينج اللي انا عملته او الفورتلايزيشن اللي انا خصبت الحوض علشان
تزود من الناتشورال فود. الناتشورال فود اللي موجوده دي بتبقى كافيه ان هي للسمك البوري، بتبقى سفيشنت ان انا اوصل للريكوايرد ليفل من الفود. لكن في حاله لو انا ربيت المالت مع اذر فيش سبيشيز، بنقول ان المالت فيها بيتغذى على الناتشورال فود وعلى الديتريكال مطر والفيد ليفت اوفر. الفيد ليفت اوفر يعني بواقي الاكل اللي ممكن تكون متبقيه في الحوض عندي. فنخلي بقى حتى في بعض الاحيان بيطلق على سمكه البوري ديت بان هي سكافنجر، يعني سكافنجر يعني كاسحه تاكل اي حاجه تكون موجوده في عندي اللي هي الحوض. تاني حاجة بنقول ان انا عندي الفراي بتوصل 1 لـ3 جرام دوت وزن من 60 إلى 100 دايز، وبعد كده ممكن ان انا ابتدي اعمل لها ترانسفيل الى الريرنج بوند او لأذر لارجر نيرسينج بوند. في اثناء النيرسينج، في اثناء اللي هي التربيه، ممكن عندي اللي هي المورتاليتي توصل حوالي من 20 إلى 35% نافع. بس بيكون هنا السبب بتاع النافع ان انا عندي اللارج لوسز ديت ممكن تحصل نتيجه هيفلي فيرتلايزيشن للبوند، ان انا مخصب البوند بصوره عاليه، فبالتالي طبعا هيحصل فيه اكسجين ديبليشن ونقص الاكسجين، هيبقى الاكسجين عندي قليل، او نتيجه ان انا ما عملتش اللي هي في اذر فيش سبيشيز بتبقى موجوده زي التلابيا زيلي او زي افريكان كات فيش، ممكن دولت ان هم يبتدوا ياثروا لي ويسببوا لي نافع او قللان في النمط بتاع الايه الفراي. يبقى في اول فيرست 7 دايز كان المورتاليتي العاليه هتحصل نتيجه الانسفيشنت ان انا ما عملتش اكليميشن كويس. لكن في اثناء النيرسنج بقى، في اثناء التربيه لسمكه البوري، ممكن النافع يوصل عندي من 20 لـ35%. بس في الحاله ديت بيكون السبب بتاع اللي هي النافع ان انا عندي inadequate bond preparation، ما عملتش preparation كويس للبون، وبالتالي الناتشورال فود عندي هتبقى قليلة، او نتيجة البريديشن بأذر فيش سبيشيز تكون موجودة في الحوض زي التلابيا زيلي او زي افريكان كاتفيش، او نتيجة ان انا عامل heavily fertilization للبوند، فبالتالي طبعا الالجال بلومز هتحصل وهيبتدي يحصل فيه عندي نقص اكسجين، فدوت هيبتدي يأثر لي على هيأثر في السائد نمبر وهيبتدي يحصل فيه مورتاليتي في الحوض. زي ما احنا قلنا ان انا لما باجي بربي في سمكه البوري في الحوض عندي او في المزرعه، بيفضل سمكه الميوجل سيفلاس لان معدل الجروث ريت بتاعها بيبقى عالي عن بقيه السبيشيز الثانيه. لكن نفترض ان هي عندي ميوجل كبيت وانا عملت له استزراع، في الحاله ديت بنقول ان انا ممكن اخليه للسكند يير بحيث ان هو يوصل للماركتابل سايز. طبعا انا الفتره بتاعه التربيه لو انا هربي في وزن من 7 لـ8 مانسز، بنقول ان ممكن حجم السمكه يوصل من 1.25 كيلو إلى 1 كيلو. لو خليتها لسكند سيزون، لسيزون تاني في الحوض وبيتها في المزرعه، بنقول ممكن توصل حجم من 1.5 لـ2 كيلو إلا ربع. زي ما قلنا ان الميوجل بيتم استزراعه في نظام بولي كالتشر لانه مع اذر فيش سبيشيز، وفي الحاله ديت هو بياكل طبعا للليفت اوفر فود او اللي هو الديتريكال مطر، ان احنا قلنا ان هي سمكه اسكافن. الارتفيشال بروباجيشن اللي هو التفريخ الصناعي في مصر بنقول ان هو ليميتد، لكن طبعا التفريخ الصناعي هو اتعملت فيه، يعني كانت فيه محاولات بان يتم التفريخ الصناعي في مصر، يعني اتعمل مفرخ قرب اسكندريه من خلال طبعا مشروع في سنه 90، وطلع في عندي زريعه، لكن طبعا كانت تكلفه الزريعه غاليه جدا مقارنه بتكلفه الزريعه اللي جايه من الناتشورال ريسورسز، يعني كانت اضعاف مضاعفه، فبالتالي طبعا فشل التسويق او فشل الماركتنج بتاع المشروع دوت، وتحول المشروع الى انتاج اسماك ايه اخرى زي سمك الدنيس وزي سمك القاروص وزي الجمبري. لكن كتفريخ صناعي لسمكة الميوجل موجود، في تفريخ صناعي لسمكة الميوجل بيتم في الأذر كانترز طبعا باستخدام هرمونات زي اللي هي الكاربو بيتيوتري اكستراكت او زي البيتيوتري اكستراكت بتاع سمك الميوجل او زي الهيومن كرونيك جونادوتروبين، كل ديت هرمونات انا ممكن استخدمها في الارتفيشال بروباجيشن بتاع سمك الميوجل. لكن زي ما احنا بنقول ان الارتفيشال بروباجيشن هنا في مصر ليميتد، محدود او ما بيتم
مش تفريغ صناعي لسمكة الايه سمكة البوري. اتعملت المحاولة ديت لكن المحاولة ديت ما نجحتش او ما استمرتش، لان كان سعر البوري اللي طالع من التفريخ الصناعي كان أسعاره أضعاف مضاعفة مقارنة بالزريعة اللي بيتم اصطيادها من الناتشورال ريسورسز، وبالتالي طبعا حصل فيه فيلير في الماركتينج، في حصل فيه فيلير في التسويق، فبالتالي طبعا الموضوع دوت وقف وما بيتمش خالص artificial propagation للتفريخ، ما بيتمش تفريغ صناعي لسمكة البوري. طبعا ليه ما بيتمش تفريخ او ليه كانت التكلفة عالية؟ لان زي ما احنا قلنا ان السمكة ديت كاتادرومس، يعني هي سمكة بتهاجر من مية عذبة لمية مالحة. اذا انا محتاج عندي انفايرومنت، محتاج بيئة يكون فيها مية مالحة، يعني يكون في عندي مصدر ووتر سورسز، طبعا ووتر سورسز، ومحتاجة طبعا مانجمنت بطريقة معينة علشان اتجنب اللي هي المورتاليتي العالية. فنتيجة كل ذلك كل دوت بيؤدي الى ان التكلفة في النهاية هي بتبقى عالية. فنتيجة التكلفة العالية دي طبعا البرودكشن عندي limited in Egypt. ده بالنسبة للبريدنج والنيرسنج اوف الجري مالت.